وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. De ki, haq gəldi, batil puç olub getdi. Həqiqətən də batil puçluğa məhkumdur. أيضا تحريف آخر راح ندخل الحين نتعمق أكثر. العادة المحاضر بعد المحاضرة يسألونه، لكن لا، أنا أبي في المحاضرة الحين أنا راح أسأل وكل واحد يحط الجواب عنده بعد المحاضرة هذه، وإن شاء الله بعد المحاضرة اللي بعدها راح تطلع بنتيجة عجيبة جدا، وراح تعرف ليش صارت هذه التحريفات. المثال الثاني أو اللي وراه مثال جدا قوي، حديث الدار أكيد عارفينه، وأنذر عشيرتك الأقربين، نبي قاعد في الدار وكان يدعوهم للإسلام، كان موجود منه معهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. خلونا نفتح مع بعض كتاب اسمه حياة محمد. محمد حسنين هيكل. وطبعا هذا الكتاب أيضا له قصة بعد الصفحة هذه، راح أقول لكم شنو قصته هذه من الطبعة الأولى. حديث الدار صفحة 142 من كتاب حياة محمد يقول: وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه، فأيكم يوازوني على هذا الأمر؟ طبعا سهم معناته في شيء، في تحريف. شنو العبارة التي حذفوها من الطبعة؟ فأعرضوا عنه وهموا بتركه. نشوف الطبعات اللي طبعت بعد الطبعة الأولى، هذه من الطبعات التي طبعت متأخرة. الطبعة الأولى شنو موجود في الرواية؟ العبارة التي حذفت ما هي؟ حياة محمد الطبعة الأولى صفحة 104 ونبدأ: وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر وأن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم. عرفتوا شو العبارة المحذوفة؟ تروح أي مكتبة الحين موجودة عندهم ما راح تحصل الطبعة الأولى، تحصل الطبعة المحرفة اللي هي الموجودة فوق بدون العبارة هذه. طبعا ليش؟ فأعرضوا عنه وهموا بتركه. من اللي قام؟ منو؟ إمام علي سلام الله عليه. لكن علي النهض وما يزال صبيا دون الحلم. في أحد لها غير أبو الحسن؟ عرفت العبارة المحذوفة شنو؟ طيب أيضا عندنا سلسلة تحريفات، لكن قبل ما أبدي أنا في أيضا المصدر التالي، إذا كانت المسألة واضحة للجميع أبي أسمع صلوات على حب الإمام علي سلام الله عليه.